إلا عليكم. جدتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيكم ولا انت؟ الحمد لله. إذا أسمع خلي تقول لي عبد الرحمن. أبوه عنده أرض وكده، لكن رافض إن هو يطلع الزكاة، زكاة الأرض، الزروع يعني. شيو عفوا. والده عنده أرض وكده يعني وكده، لكن رافض إن هو يطلع الزكاة بتاعتها. ها؟ بحاول كتير مع والده يعني، لدرجة إن والده يعني زي رجع معاه كده، هو يجوز إن هو يطلع الزكاة بدل والده. يعني هل يعني؟ أبوك يرفض إخراج الزكاة، حلو. هل يجوز لأمك أن تخرج الزكاة من ماله؟ لا هو نعم؟ عايز يطلع من المال هو يعني، عشان خاطر بدل والده. من الممتنع عن أداء الزكاة؟ الوالد ماله الوالد؟ رافض ان هو يطلع زكاة الزروع، يعني ابن حاول معاه كتير لكن الوالد رفض، هو عايز يطلع مكان والده. هل للولد أن يخرج زكاة الزروع مكان والده الذي يرفض إخراجها؟ ايوه السؤال كده يجوز. يجوز؟ يعني هو يجوز. يطلع مال عشان خاطر يعني والده، يعني لانه مش شغال في الزراعه يعني وكده، ما فيش مشكلة. ويكمل النسبه ويطلع فلوس. أخف الأضرار يعني. ماشي. اخف. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني الأب ممتنع عن أداء الزكاة، فجاء ابنه وقال أنا أخرجها لأنقاذ أبي من مالي الخاص، وأخرجها.